عدم غلق مصانع نهائيا لأي أسباب بقى إدارية أو مالية زي ما تفضل الأساتذتي كلهم وقالوا شاف واحد بني أوضة مخالفة ولا مش موجودة في الرخصة هوب اقفل المصنع، واحد مش عارف حاطط منتج نهائي حطه في المحلي بدل ما هو حطه في التصدير اهبده قضية واسجن صاحب الشركة. ده بيحصل؟ حصل بيحصل ده واقع حصل. أنا بكلم حضرتك على واقع أنا أعرفه بس ناس بتحبس بس مش في حل ان انا اقول اسماء عشان بغض النظر لا بتكلم على انه في وقائع حصلت. ايوه ايوه يا فندم ايوه يا فندم وقريب والراجل تحت كان تحت رحمه القضاء يعني في الفريق كامل وزير قال الفريق قال مفيش حاجه اسمها قفل مصنع والحقيقه ده احنا قلناه النهارده قلناه وناقشناه غير لان بالمنطق يا احمد بيه احنا انا استفدت ايه سواء كنت بنك ولا جهاز ولا رئيس حي ولا لما قفلت المصنع شردت العماله وقفلت العماله وعطلت انتاج البلد عطلت انتاج والراجل عليه قروض للبنوك وللتجار المواد الخام مش هيعرف يدفعها كارثه مشكلات كبرت في حالات كتيره زي كده كتير يا خبر ابيض. انا يعني قلت حضرتك انا في زياره احدى المناطق الصناعيه كنا بنشوف المصانع من بره مقفوله وهي شغاله من جوه بسبب مخالفه في الجهاز. طيب انت انا ما عنديش اي مشكله ان القانون يطبق، لا اطالب باي استثناءات من القانون. نعم. لكن لابد في حاجه اسمها روح القانون. روح استفاد روح القانون. هل المخالفه ازيلت؟ هل الوضع تحسن لما قفلت المصنع؟ لا، الاجابه لا. فالفريق كامل وعدكم بايه النهارده؟ ان ما فيش حاجه اسمها قفل مصانع. نعم. والحقيقه دوت مؤشر جيد جدا يدي انطباع ان الكلام اللي اتقال في الحوار إيجابية. وصل. ايوه. ان المسؤولين واخدين المواضيع بجديه كويس قوي. عايز برضو انوه لحته انا يمكن فكرت فيها وانا جاي في السكه. اتفضل. وجود سياده الفريق كامل الوزير نائب رئيس وزراء للتنميه الصناعيه وهذا هو التايتل بالظبط. أيوة. اللي موجود في التشكيل يجب اي وزير هو اداريا اعلى اعلى زي ما قال علي بيه الصناعه زي ما بيقولوا جثتها تفرقت بين القبائل. ايوه. ماليه وتعليم وداخليه ونقل يعني احنا دي بقى حته هتبقى في بيتنا والبيئه مصاريف المصاريف ورسوم الطرق سياده الفريق يعني ايه عايزين نشيلها البيئه ايوه الكهرباء الكهرباء ده 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 يعني انت صباح الخير مصنع عايز كهرباء عشان اشتغل كهرباء وغاز اكيد غاز بترول طبعا جثتها تفرقت بين كل القبائل. دي وزارات الصناعه ان يكون هناك نائب رئيس وزراء بقى ايوه شايف الحاجات ديت عند الوزراء زمايله نعم يحل يحل او ياخد قرار نهائي يحل نعم. نهائي عظيم لا معنى ان اقطع صحيح الكهرباء ما اتقطعتش عن المناطق الصناعيه الكبرى خلينا اقول الحقيقه كويس لكن الصناعات الصغيره والمتوسطه ومتناهيه الصغر اللي الراجل ده ملف على بيلي رايح ورش الخراطه ورش الدهان ورش الناس دي اتقطع عنها كهرباء فبالتالي ما بقاش يدفع للعمال يوميتهم صح فبالتالي ما بقاش يلتزم بمواعيده اللخبطه دي لابد انها تتلاشى